هستي في كتر جميسة سوماليا إني سودي على سيني أسوسيشن إسكا دويرك جيرو كاليتو سكتر والباهو إنو يشو أيو سوق ريمان أيو سو بندقان هرومر كنتي موضعي سمي سنة كهرنا وقرسو قيب قلني سنة كان مدحويني جمهورية ده هيا نوجوغا مدرمة حويني خطبتا انتي تنبه وكو سابسا ولاعة اي موجينا ايان باحدا بانجيادة صوماليات او رنتي آدي آد واد اكتهين قدقا ليراد وقدقا نملكا ليراد والله دقالنكا العقدة قصتا ايو مالقرينتان جحسنا ووزارة عدالة وكتر سانتحي مدحوينوه كنتي سقع جير قرية مهمة دولية وماشا سوايانا ماشا وصوماليا وباهانتهاي ولا عادينك إذا كان موغضا وزلي ديهين أما الشروع ذا هاتا موغضا شغيتها هاتو دانكا كليتا صوماليا ولا بطن أيا لغا قبع ولا لغا قبع وحواياني الدنيا ده هي بانجيادو ده إنه سيقاي بغن نغول لهيد قد يقاسو مهم وحوية هاي وذا شقين تاسو إنه يقاكتو سوماليا امتحاني بجرته أدون قروه امتحانيا حبكي إذا ماليات دا إيه بانجيات دا إيه سيدا أي وغوهو قان سميان شروع دا عالمي قاه سي وغوهو قان سميان سي سوماليا ولقب سطو وحن ليرا دا قلوبال إكونمي قاه إيه فاينانشال كاه سي ولقب سطو مركا ولا علماء دين بواجرة لكن وحوكين يا إن شاء الله تعالى وذا شقين لو وذا شقيه ساتكر شيء كيسين وذا تشي لو وذا تشارو كونسلتيشن لو وذا قلو وذا قيب كأحاتان لفت جيدا شروع وذا قيب كأحاتان ساهدو تي قيب كأحاتان فلنتي إذا سوماليا تيكف تيكف كو إذا وإنا يعني دقاليه إذا وصرعو كعو أوليو حاوه أوليو حاوه بنجيرا هيا دقالها أوليوة وقراسوة بركا هيا داس بركا نسكيها جنو القشن كا يعدو كجيرانا لغا سعرو ولغا نظيفيو والوال كي عبسيدا لغا وضاقبو هدي إثرناشينا لغا يهالي دي قدهن آن لغي القحسيد ودوكتين ميل والبا قباد يكا ديغتي مساجي تي قباد كا ديغتي دين تي قباد كسو ديغتي ماليات تي قباد كسو ديغتي ميل والبا يسو قشن مركا dagaal kaas madaxweynuhu ku baaqay 3 pronged ka ah saddexda qaybood oo maaliyadu qayb ka ahay oo ay ideology iyo aqoonta qayb ka ahay oo military iyo askari qayb ka ahaa ayuu wuxuu ku taagan yahay tiirkaas asaasiga ah marka muwaadinka Soomaalida dhamaan in dagaalkaas aan ku wada jirno oo aan cadawgaas dal ka xoreysano si ay Soomaaliya horumar u gaarto wada shaqeynteen ku xiran tahay qaybta arisnaa yahay ku saabsanay maxkamadaha oo commercial ka ah oo ganacsiga ah oo soo jeediseen iyo runtii qaybta kale ee collateral ka registry ga ka dhawaajiseen labadaasba waxa weey laba arrimo muhiim ah waaye waan qaadanaynaa waliba offer ka aad bixiseen oo tirahdeen in kala qayb qaadanno wax ka dhisno oo contribution ka geysataan ayada laftigeedana waa bogaadinayna aad iyo aad aad ugu mahadsantihiin waxyaabaha ka mid tahay wada shaqeynteena qaybka wax walba naga dhiman inaan ka wada shaqeysano wadankeenana aan wada dhisanno.